فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. من هذه الأمة من سلك مسلك النصارى فغلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوه فوق منزلته، بل غلوا في الأولياء والصالحين فأنزلوهم فوق منزلتهم وعبدوهم من دون الله وذبحوا لهم ونذروا لهم واستغاثوا بهم ودعوهم من دون الله، فهم غلوا في رسول الله وغلوا في الأولياء والصالحين كما غلا أهل الكتاب في رسلهم وفي صالحيهم سواء بسواء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة أن تأخذ ما أخذ اليهود والنصارى في الغلو، فقال عليه الصلاة والسلام فقال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه في الصحيحين. لكن هناك من قال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر ما غلا في الرسول صلى الله عليه وسلم. وجد في هذه الأمة من أخذ ما أخذ النصارى فغلا في محمد صلى الله عليه وسلم كما غلت النصارى في المسيح، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم.